يا فريد في ايه؟ انت ناسي ان دول بناتي؟ يعني من حقي اكون جنبهم؟ اه يا جيهان، بس الطلب ده جاي متأخر، متأخر قوي، ده وقته راح خلاص. ومع ذلك مش موضوعنا دلوقتي، اديني فرصة هحاول اشوف طريقة افاتح بيها البنات. قول لي يا فريد، انت مبسوط في حياتك الجديدة؟ الحمد لله، انا مبسوط جدا. رانيا انسانة طيبة وكويسة، واكتر حاجة عجباني انها بتحب البنات من زمان، هما كمان بيحبوها قوي، بيعتبروها زي ما تكون امهم بالظبط. جبتوا اولاد؟ ايوه يا جيهان، عندنا يوسف عمره 8 سنين. دلوقتي فهمت انت ضحكت لي. صحيح الدنيا دي غريبة. ممكن يا فريد اقول لك حاجة يمكن مش من حقي اقولها؟ لا يا جيهان، انت من حقك تقولي اي حاجة. وحشتني والله. وانت كمان. عارفة انا فكرت فيك كتير وانت برا، كنت قلقان عليك دايما. دلوقتي انا حاسس زي ما تكون انت كنت غضبانة في بيت ابوكي الله يرحمه، وانا رحت وصالحتك في البيت عندكم، وراجعين تاني على بيتنا. كأن السنين الطويلة دي كلها سقطت من عمري كده. على قد كلامك ما بيساعدني يا فريد، على قد ما بيزود احساسي نحيك. خلاص من فضلك ما تكمليش. على فكرة رانيا عارفة ان انا جاي اقابلك دلوقتي، وانا طلبت منها انها تيجي معايا بس هي رفضت، قالت لي احسن ان انا اسيبكم تتكلموا براحتكم. بس انا شايف انه ان شاء الله لازم في اقرب فرصه تتعرفوا على بعض وتشوفوا بعض. طيب يا فريد، انا هستاذن دلوقتي عشان ما اخرجش عليهم اكتر من كده. لا تستاذني، ده ايه، احنا هنتعشى مع بعض الاول. عايزين يا جيهان نمشي مشوار عاصم ابنك، واحنا واكلين مع بعض عيش وملح. محسن انا رايح المكتب، يمكن ما ارجعش على الغدا. مالك يا صبري؟ قلقان، قلقان من حكايه سفرك لوحدك. ما انا مش مسافره لوحدي، سماح رايحه معايا. كان المفروض ان انا اللي اكون معاكي، انما طالما ده اللي هيريحك خلاص. عموما مش هتكلم في الموضوع ده تاني. هتتغدى فين؟ انا عندي مواعيد مع بعض العملاء، ويمكن اعزمهم على الغدا. بعد كده هطلع البيت التاني اجيب الهام الصغيره من عند الهام، تقعد معاك الكام يوم دول قبل ما تسافري. صبري، ممكن اطلب منك طلب؟ من غير ما تطلبي ومن غير ما تستاذني، اتفضلي. ممكن اروح انا اجيب الهام الصغيره؟ نعم. من ايه؟ من عندي؟ بالبيت التاني؟ لو سمحت يا صبري. لا طبعا مش موافق. ارجوك توافق. اوافق ازاي؟ من فضلك يا محاسن، انا مش عاوز مشاكل. انا ما صدقت ان السنين اللي فاتت دي عدت من غير مشاكل، وبحمد ربنا اكتر ان الهام الكبيره بتعامل البنت على انها بنتها، مش بنت مرات ابوها. من فضلك، من فضلك، مش عاوز مشاكل. بالعكس بقى يا صبر، الكلام اللي بتقوله ده يشجعني اكتر اني اروح لالهام واتكلم معاها. يا محاسن صبري ارجوك، لازم الحاجز اللي بيننا ينكسر في يوم من الايام. مش بدل ما تحصل مشكله تهد كل اللي بيننا السنين اللي فاتت. ارجوكي، انا ما صدقت ان السنين دي عدت على خير. طب وليه التشاؤم ده يا حبيبتي؟ انا مش متشائم، انا بفكر بصوت عالي. الهام رغم حنيتها انما ممكن تطلع منها بعصبيه، كلمه كده ولا كده تاثر عليك او على البنت. حرام، انا سعيد بعلاقتهم دي. انا بقى متاكده ان الهام مش ممكن تعمل اي حاجه، لا تزعلني ولا تزعل الهام الصغيره. الهام مليانه حنيه وطيبه وامومه، ست بالصفات دي لا يمكن تعمل اي حاجه تجرحني. طيب ممكن اعرف ايه اللي خلاك تفكري في حاجه زي دي بعد السنين اللي فاتت؟ عشان خاطر بنتي الهام،
مش هينفع تعيش عمرها مقسمه عواطفها على امين كل واحده عايشه في مكان. ده وضع طبيعي يا محاسن. ليا وليك جايز، لكن لبنتي الصغيره لا. خلاص سيب الايام هي اللي تصلح الموضوع ده. ده احسن وقت قبل ما اسافر. حاضر، انا هكلمها الاول ولو وافقت هكلمك. وانا موافقه، ولو اني متاكده انها مش هتمانع. محاسن، هما خمس دقايق، لو لقيت الكلام هياخد شكل مش كويس تاخدي البنت وتمشي على طول. انا متاكده اني هخرج من هناك اسعد انسانه في الدنيا. ربنا يستر. عن اذنك. انت عايزين رايي؟ انا شايف ان هي مش من حقها تشوف العيال. هي المؤاخذه نسيت اللي عملته فيهم ولا ايه؟ والله بقى انا شايف العكس. خلاص الست رجعت وندمانه، على الاقل البنات تعرفوا ان امهم رجعت. ولا انت ايه رايك يا فريد؟ والله انا لو كان عندي اجابه ما كنتش قلت لكم تيجوا. هو بيني وبينك هي صعبت عليا، ده من ناحيه، بس من ناحيه تانية مانيش عارف افتح البنات اقول لهم ايه. ما هتقول لهم ايه؟ صحيح ايه امهم ظهرت بعد العمر ده كله فجاه كده؟ ايه فيلم هندي مثلا؟ يا منعم، البنات خلاص كبرت واكيد تفكيرهم في المسائل دي هيبقى مختلف، وكلمتين منك انت يا فريد ممكن يغير الموقف. كلامك ده ممكن يبقى صح مع فاطمه، لان فاطمه طول عمرها طيبه وقلبها يعرف يسامح، انما مع مريم هيبقى صعب، ومع ميريت هيبقى اصعب واصعب. ده ميريت عمرها ما شافت امها، ما حسيتش بيها زي اي طفل ما بيحس بامه اول ما بيتولد، ما نمتش في حضنها ولا يوم. مش معقول اجي فجأة كده اقول لها الست دي تبقى امك، حبيها وخديها في حضنك. ده بقولك ما تعرفش شكلها اصلا. يا عم ما حدش طلب منك كده، بس على الاقل تعرف ان امها موجودة، مش يمكن هما اللي يطلبوا انهم يشوفوها. بص يا عم الحاج، عايز نصيحتي؟ انت تأجل الحكاية دي خالص، اهدى بقى اليومين دولت، خلينا نفرح لمؤاخذة بالواد هاني والبنت مريم، وبعد كده نتكلم ونفكر هنعمل ايه. ما انت عارف يا عبد المنعم انا ما بعرفش اأجل المشاكل، لازم اواجهها، ومشكله زي اللي انا فيها دي مطلوب لها حل سريع وحاسم. حاسم خلاص بقى، انت كده بقى لا مؤاخذه اللي عايز تعقد الامور. مش عارف يا عم منعم، ما قلت لي صحيح يا صبري، الواد عاصم ابنها ده موقفه ايه في القضيه؟ قضايا الاحداث دي بتبقى اصعب بكتير على الاهل من الولاد نفسهم، ربنا سهل وما ياخدش فيها حكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والواد فين دلوقتي يا صبري؟ في نيابه الاحداث. عموما انا اعرض ظابط هناك وسيطه عليه عشان الواد ما يتبهدلش. طب وحياتك يا صبري، انا مش عايز اوصيك، ادي انت شفت الست حالتها ايه، والله صعبت عليا. صعبت عليك؟ صعبش عليك غالي يا اخويا، انا طيبه قلبك دي اللي هتوديك في داهيه، ده انت اصلا رحت في 60 داهيه. تعرف يا منعم، جاني خاطر كده وانا قاعد معاها، تخيلت لو انه الواد ده كان ابني ووصل للي هو وصل له ده، كان حالتي انا هيبقى شكلها ايه؟ لا لا لا، الموضوع ما كانش هيوصل لكده، معاك انت كان الوضع هيبقى مختلف. مؤاخذة انا شايف يعني ان ده يعني مؤاخذة عقاب ربنا سبحانه وتعالى، ده ذنبك وذنب عيالك، صح ولا غلط؟ بيني وبينك انا مش عايز اقول كده، لكن اكيد ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في اللي حصل ده، اكيد. مريم، ايه ده؟ هو بابا هنا؟ انت قاعد لوحدك ليه يا فريد؟ هقعد مع مين يعني اذا كان كلكم بره؟ يا بابا اطفي. ازيك؟ ازيك؟ الحمد لله. ها كنتوا فين؟ كنا بنجيب شويه حاجات كده لمريم. يا مريم تقريبا خلصت كل حاجه؟ خلصت ايه يا سي بابا؟ لسه فاضل حاجات كتير. حرام عليك، احنا جبنا كل حاجه تقريبا، والحاجات التقيله يعني خلصت خلاص. طيب كويس، واخبار الفلوس ايه؟ اهي الفلوس دي بقى هي المشكله بصراحه كده يا بابا، الفلوس قربت تخلص. حرام عليك يا مريم، احنا لسه معانا يا فريد. على العموم هي هتخلص هتخلص، اما تخلص بقى يبقوا بلغوني. مالك يا بابا؟
شكلك متضايق. لا يا بنتي لا، مش متضايق ولا حاجه. لا شكلك متضايق. الله يا فاطمه، وانت عايزه يعني بعد موضوع الفلوس ده يبقى مبسوط؟ بطل هزار. في حاجه يا فريد؟ في موضوع عايز اكلمكم فيه كلكم قبل فرح مريم. موضوع ايه؟ في حاجه حصلت في الميعاد اللي انت كنت فيه؟ ايوه. ميعاد ايه يا بابا؟ ومع مين الميعاد ده؟ ميعاد مع امكم يا مريم. امكم رجعت مصر وطلبت مني انها تشوفكم. قلتوا ايه؟ ما تردوا. ايه رايك يا فاطمه؟ زي ما حضرتك تحب يا بابا. يا بنتي انا بسالك عن رايك انتي. امكم رجعت مصر وكلمتني في التليفون وقابلتها وطلبت مني انها تشوفكم. ايه رايكوا؟ انا كنت عايز اسال حضرتك نفس السؤال ده. رايك ايه يا بابا؟ جرى ايه يا مر؟ وانت هتجاوبيني السؤال بسؤال ولا ايه؟ كنت عايز اعرف منك لو كانت عملت فيك اللي عملته فينا كنت هتشوفها ولا لا؟ اهي عملت فيا يا اختي اكتر من اللي عملته فيكم، ومع ذلك لما طلبت تشوفني رحت، ولما عرفت كمان انها واقعه في مشكله قررت اقف جنبها. بأمرت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمرت حاجات كتير يا مريم. بأمرت انها امك، وبأمرت السنين الطويله اللي عاشتها معانا، وفي النهايه هي اللي باعت كل دوت وسابتنا. انا مش هشوفها تاني يا بابا. مش كده يا مريم، دي برضو امك. اهدي يا مريم، اهدي يا حبيبتي. اصل انت ما عشتيش اللي كان بيحصل فينا. عمري ما هقدر انسى لحظه ما كان نفسي ترمي في حضنها وانا في اشد الحاجه ليها، وهي كانت بترفض زي ما نكون مش ولادها. ولا نسيتي يا ست فاطمه؟ مريم يا بنتي، لو كل واحد يا حبيبتي فكر بالطريقه بتاعتك دي الدنيا مش هتمشي. امك راجعه مكسوره، الحلم اللي قعدت تستنى فيه سنين طويله قلب كابوس، والولد اللي كان نفسها تجيبه من زمان طلع مدمن مخدرات، وده اكبر دليل على ظلمها لينا. لا حول ولا قوه الا بالله. مريم انت بقيتي لا تطاقي. بعد اذنك يا بابا انا مروحه. استني يا فاطمه، استني يا بنتي. بابا لو حضرتك فعلا عايزنا نشوفها انا ما عنديش مانع. ربنا يرضى عليك يا بنتي. حضرتك لو طلبت مني ان انسى كل اللي عملته فينا في 5 دقايق بصراحه انا اسفه، ما اقدرش اوعدك. عن اذنكم. مريم يا مريم. سيبيها سيبيها، هي للاسف عندها حق. طب يا فاطمه يا بنتي روحي انت على بيت جوزك دلوقتي، وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. بعد اذنك يا بابا. بابا لو حضرتك عايزني اروح اشوفها انا اروح اشوفها. ربنا يخليك يا بنتي. ما تطلعي يا رانيا تشوفي البنت مريم دي، حاولي تهديها بكلمتين. معرفش انا ليه حاسس ان انا بظلمها كده. حاضر يا فريد. تعالى يا بنت. انت ايه؟ انت ليه ما قلتيش رايك؟ هو انا اعرفها يا بابا علشان اقول رايي اشوفها ولا لا؟ ايوه يا حبيبتي ما تعرفيها صحيح، بس انا ممكن اقول لك كان شكلها ايه. هي كان شكلها مش مهم الشكل يا ميريت، المهم انها هي دي امك. امي هي ماما رانيا، وهو ده اللي انا اعرفه، مش كده يا بابا؟ والله يا لمضة ما انا عارف اقول لك ايه. معلش يا بابا خرجني انا من الموضوع ده. اه يا حبيبتي بس دي امك وطلبت مني انها تشوفكم، ارد عليها اقول لها ايه؟ اعمل اللي انت عايزه يا بابا، بس انا لو شفتها هسلم عليها زي اي واحده غريبه بسلم عليها. عن اذنك يا بابا. طيب يا اختي اتفضلي. هتغلبك ازاي؟ اهو مش هتغلبيني. طب شوفي بقى. شفتي انا خدت منك ايه؟ لا 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 لا، شفتي غلبتك عماله تغلبيني. اهو حلوه دي بصره يا حلوه. وبعدين اهو فرق اهو. مساء الخير يا مدام الهام. ماما وحشتيني. وانتي كمان يا حبيبتي وحشتيني.
كده ما تتصليش بيا تطمني عليا؟ ما تزعليش مني، انا وطنط الهام كنا بنخرج كل يوم، كنا بنرجع بالليل. انا مش زعلانه منك، طالما انت فرحانه انا سعيده. يلا بقى يا مولي اطلعي جهزي حاجتك، مامي جايه تاخدك. هتوحشيني يا طنط. انت بقى مش هتوحشيني، لان صورتك على الكومودينو جنبي، كل ما هتوحشيني هبص فيها. اتفضلي استريحي. تشربي حاجة؟ مفيش داعي، أنا متشكرة قوي إنك وافقتي تقابليني. في حاجة؟ أنا جاية أشكرك على اللي بتعمليه مع إلهام الصغير. أنا ليا في إلهام زيك بالظبط يا محاسن. إلهام دي بنت صبري، وأنت عارفة صبري يبقى ليه إيه. وده اللي شجعني إني أجي أتكلم معاكي. في إيه بقى إن شاء الله؟ مدام إلهام، أنا مش هطلب منك ننسى اللي فات، هبقى بضحك على نفسي. أنا جاية أرجوكي تسامحيني. ياه، بعد العمر ده كله؟ مدام إلهام، أنا مسافرة أعمل عمرة، مش عايزة أسافر وفي حد زعلان مني. أنا عايزاكي تسامحيني. ولو قلتلك لأ مش هسافر؟ ما أعتقدش إنك هتقولي كده. ده إيه الثقة اللي بتتكلمي بيها دي؟ لأني عارفة إنه جواكي حاجات جميلة كتير، مش هتخليكي تقولي كده. ده على اعتبار إنه اللي عملناه أنا وصبري ده غلط. من وجهة نظري أنا غلط. أرجوك يا مدام إلهام سامحيني، سامحيني لأني لما سافر هطلب الطلب ده من ربنا، وأكيد هيسامحني. خلاص يا محاسن، سافري ترجع لجوزك وبنتك بالسلامة. يعني خلاص سامحتيني؟ خلاص، ولو أني صعب قوي أنسى 15 سنة عدوا من عمري. انتي ما تعرفيش عدوا عليا ازاي. بس في طلب تاني اهم من انك تسامحيني. خير؟ انا بعد ما اسافر العمره واخلص المناسك بعد 5 ايام مسافره لندن. هتسافري من غير ما صبري يعرف؟ ايوه. ليه؟ شوبينج؟ بصراحه لا، انا مسافره اعمل عمليه خطيره ومش عايزه حد يعرف الا انتي. اشمعنى انا؟ مش عارفه ليه، حسيت ان انت الانسانه الوحيده اللي لازم تعرف. غريبه قوي، ما تقوليش لجوزك وتقولي لدرتك. الهام، انا لو حصل لي حاجه انت الوحيده اللي هتقدري تلمي العيله دي، انت اللي هتقفي جنب صبري، انت اللي هتاخدي الهام الصغيره في حضنك وتنسيها. محدش هيقدر يعمل كده الا انت، صدقيني. انتي بتتكلمي بجد ولا بتهزري ولا عاوزه تصعبي عليا؟ انا مش هفكر كده يا الهام صدقيني، انا كلها كام يوم مسافره. صدقيني انا فكرت كتير ما لقيتش حد غيرك. حسي بيا ارجوكي، انتي مش متصوره انا خايفه قد ايه. فكره اني مش هشوف صبري وبنتي تاني بعد الشر. ليه تشاؤم ده؟ انت هتسافري وهتعملي العمليه وهترجعي لجوزك وبنتك بالسلامه ان شاء الله. لو ده ما حصلش ده جميل عمري ما هنساهولك يا الهام، وده جميل ربنا هيحاسبك عليه، وانا هدعيلك من قلبي. مامي انا جاهز. يلا يا حبيبتي أشوف وشك بخير. يلا بحسن تروحي وترجع بالسلامة.
ما تتصوريش الانطباع اللي حصل لي بعد المقابله الاولى. تخيلي انا ما نمتش طول الليل. معقوله للدرجه دي؟ والله ده حصل. اقول لك حاجه، انت عارف ان انا روحت البيت وانا حاسه اني مبسوطه قوي، حسيت كده كاني اعرفك من زمان. ما كنتش حاسه وانا معاك ان في اي حاجز بيني وبينك، كنت بتكلم وانا مش مكسوفه. اتفضلي. اشهر بدور عليه. ليه يا اخويا؟ وحشك قوي كده؟ لا يا اخويا، سارقني قوي كده. الافندي ده جه المعرض عند الواد هاني، خد عربيه ودفع دوب المقدم واول قسطين وفص ملح وداب. رحنا على العنوان لمؤاخذه اللي كان كاتبه في العقد، لقيناه شقه مفروشه وكل من الواد هاني ابن ابني. بقول لك ايه؟ انا هقوم لمؤاخذه اقفشه عشان ايه اخلص الفيلم ده معاه. استنى بس. معاه واحده ست. انا مالي معاه ست ولا بقول لك ايه؟ الفرصه دي انا مش هفوتها، هقوم يعني هقوم. خلاص قوم. بس خد بالك بالادب، احنا في مكان عام. يا عم عام ولا غيري، بقول لك واكني في اكتر من 100,000 جنيه. اقوم معاك؟ ده لا تقوم معايا ولا بتاع، انا هروح لوحدي. بس لو مؤاخذه يعني لو اتزنقت هديك اشاره، ما تعملش بقى لا مؤاخذه فيها عم المطنش وتجيلي. ها عيبه منعم رقبتي. ماشي. انت عارف مين اللي قاعده معاه؟ مين؟ رشيده. يا سلام، رشيده. رشيده مين؟ رشيده اخت فريد. معقوله؟ بس شكلهم يعرفوا بعض من زمان. تفتكر ان فريد يعرف حاجه زي كده؟ معرفش، انا شخصيا ما اقدرش افتحه في حاجه زي كده. لا مؤاخذه انا بقى اللي هفتحه، ماليش دعوه. طب وبعدين يا منعم؟ رشيده مطلقه، والواد ده انت بتقول عليه نصاب، يعني ممكن يضحك عليها ويبلب دماغها بكلمتين وياخد فلوسها هي ولادها. خلاص يا اخويا، طالما انت شايف كده قول لفريد، ما هو صاحبك برضه. ما هو صاحبك انت كمان. وبعدين اقول له ايه؟ اقول له انا شفت اختك مع واحد غريب، دول صعايده، يعني ممكن يعمل مشكله كبيره جدا لو قلت له حاجه زي كده. طب انا جات لي فكره، احنا لما مؤاخذه نتصل بيه بالتليفون نجيبه، يبقى كده لما مؤاخذه جبنا الجمل قدام الجمال، مالناش دعوه. يا سلام، ونعمل مشكله عامه قدام الناس كلها. عندك فريد بقى لمؤاخذه قبل ما نتصل بيه وياخد دوش ويقف يظبط نفسه قدام المرايه ويعدل الكرافته، هيجي يكونوا هم لمؤاخذه مشيوا، يبقى شكلنا وانت زي الزفت قدامه. بقول لك ايه؟ احنا نسيب الظروف كده لغايه لما هو لمؤاخذه يجي له اليوم اللي يعرف فيه. انت شايف كده؟ انت شايف غير كده؟ لا. قوم بينا، يلا يلا. حاسب. حاسب على يا عم الرحمه، حاسب على ايه؟ بقول لك واكدني ب 100,000 جنيه، حاسب حاسب. يلا صبر، يلا صبر، يلا. انا مش عارف. مش عارف بعرفك علشان ايه؟ عشان انت حاسب. يلا اعمل حاجه. يلا اسمع لي بقى. بتبشش من جيبك انت ها؟ يا دي قصه مؤلمه جدا. عشان كده بعد طلاقي تقريبا قطعت اخواتي. حتى فريد اخويا اللي هو اقرب واحد ليا في الدنيا ما حضرتش فرحه. يمكن لاني كنت دايما حاسه ان هم السبب في طلاقي وهدم بيتي. رشيده، أنا هعمل كل ما في وسعي عشان أنسيكي كل لحظة ألم أنت عشتيها. هدفي في الحياة هيبقى سعادتك. هتصدقني لو قلت لك إن كلامك مفعول عليا زي السحر؟ ياه، نفسي تقعد تتكلم كده كتير وأنا أفضل أسمعك. أنا حاسس إن الأيام الجاية مخبية لنا حاجات حلوة كتير. إحنا هنبقى أسعد اتنين في الدنيا دي. إن شاء الله. نشأت، اوعى تسيبني، انا ما صدقت اني لقيتك. ما تتصورش انا محتاجه لك قد ايه. مفيش فايده، حاولت اقنعها برضه راكبه دماغها. طب وبعدين يا رشيد؟ ده فريد مستنيني اقول له انت عملتي ايه معاها. بصي بقى بصراحه، لا تقولي ولا تعيدي، البنت عندها حق. دي جيهان دي ما عملت فيهم، ما انت ما حضرتيش حاجه. دول بناتي حبت عيني، اتربوا من بيت لبيت. الله يسامحها بقى. هي رجعت دلوقتي
ونفسها تشوفه. مش جايز يبتدوا مع بعض بدايه جديده؟ صعب يا رانيا، اسالينا انا. وبعدين بقى بيني وبينك، مريم الوحيده اللي واخده طبع امها في عينها. لا يا شيخه حرام عليكي، دي مريم دي قلبها زي الفل. سيبك من الموضوع ده دلوقتي، انا جايلك في موضوع يخصني انا. خير؟ انا متقدم لي عريس. بجد؟ الف مبروك. وعرفتيه ازاي ده؟ يعني تعرفت عليه عن طريق واحده جارتي. النصيب بقى. طيب اشتغل ايه؟ عنده شركه سياحه. ما شاء الله، ده يعني راجل محترم قوي قوي يا رانيا، وقعدته حلوه وكريم وكلامه عاقل كده، يعني بصراحه راجل كامل من مجاميعه. يا سيدي يا سيدي. طب قولي لي، هو كان متجوز قبل كده؟ ارمل وما عندوش ولاد. وبصراحه رانيا لما قعدت معاه كده لقيت قلبي اتفتح له كاني اعرفه من زمان، لقيت نفسي على طول بحكي له كل ظروفي. طيب هو ظروفه كويسه جدا؟ بصي طبعا احنا ما اتكلمناش في تفاصيل، لكن الكلام جاب بعضه لدرجه ان انا لقيت نفسي بعرض عليه ادخل معاه شريكه في شركته. شريكه يا رشيده؟ هو انت تفهمي حاجه في شغل السياحه ده؟ يا ستي اهو اتعلم. ولا اتعلم ليه واوجع دماغي؟ انا هديله الفلوس هو يشغلها لي، وبعدين يبقى يديني نسبه من الارباح، وبعد كده لما اتعلم الشغلانه يعني يبقى يفتح لي شركه ليا لوحدي واشتغل في الحج والعمر. بس المشاريع دي محتاجه فلوس كتير قوي، هتجيبيها منين؟ هبيع نصيبي في ميراث ابويا. معقوله اللي انت بتقوليه ده؟ فريد مستحيل يوافق على حاجه زي دي. طب هو فريد ليه هيقف ضد مصلحتي؟ لا ما اقصدش، على كل حال فاتحيه في الموضوع وان شاء الله ربنا يتمم على خير. افتحه ايه؟ امال انا بحكي لك ليه؟ انا عايزاك انت اللي تفتحي. انا؟ ايوه انت، على الاقل يعني كده مهديله عشان لما اجي اتكلم معاه يكون عنده فكره. اللي تشوفيه رشيد، ربنا يقدم اللي فيه الخير. طب يلا استاذن انا بقى. على فين؟ ده فريد زمانه جاي، والنبي اقعدي تغدي معانا. لا ما ينفعش، اصل بصراحه انا ونشأت متوعدين نتغدى مع بعض النهارده. هو اسمه نشأت؟ حلو مش كده؟ اه طبعا حلو، ربنا يسعدك يا رب. خلاص بقى مدام الحكايه كده، اتفضلي من غير ما تروت وسلمي لي عليه قوي لحد ما اشوفه. اه محاسن يا حبيبتي، عامله ايه؟ طب قولي لي الدكتور قال لك ايه؟ يا حبيبتي ما انا قلت لك دي حاله نفسيه. ما هو انت لو تسمعي كلامي وتسافري لك تقعدي لك يومين ثلاثه في اي حته هترجعي زي الفل ان شاء الله. حاضر يا حبيبتي حاضر. لا 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 انا مش جعان والله، ما عارف كلت ايه. لا هو السكرتير، مش السكرتيره، السكرتير اكيد هو اللي جاب لي السندوتشات يعني. حاضر يا حبيبتي وحشتيني. طيب وانت كمان، مع السلامه. لا مؤاخذة منها، كنا بنقول ايه؟ بص يا سيدي بقى دلوقتي انا جاي لك عشان انت لا مؤاخذة منها. الو، اهلا اهلا يا الهام، ازيك يا حبيبتي؟ ها عامله ايه؟ والدكتور قال لك ايه؟ يا حبيبتي ما هو انت عايزه تاخدي اجازه يومين ثلاثه وتسافري هترجعي زي الفل ان شاء الله. لا انا 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 مش جعان. لا والله ما فاكر اكلت ايه. اكلت سندوتشات. السكرتير، مش السكرتيره، السكرتير هو اللي راح جابهم لي. حاضر يا حبيبتي انت كمان وحشتيني قوي. حاضر مع السلامه يا روح قلبي، مع السلامه. لا مؤاخذه منعم، كنت بنقول ليه؟ منعم انت مالك؟ مالي يا عم الحاج، وانا قاعد لما مؤاخذه في سنترال كيت كات ما تقدرني، حس بيا شويه يا عم. ما انت شايف اللي انا فيه اهو. لو ما حد قال لك خلي الاثنين مؤاخذه على ذمتك. اقول لك على حاجه، يالا والله والله انا ما مصدق نفسي في اللي انا فيه. وبعدين يا اخي ده انا خايف احسد نفسي. وبعدين اللي مكتر سعادتي ان الهام الصغيره مش ليها ام واحده، لا ده ليها امين كمان. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا اخي، والنبي اوعى تبكي لحد. ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك من الزواج. يا رب. قول لي بقى عملت ايه في ترتيبات الفرح مع فريد؟ اوعى تزعله. ازعل مين يا صبري؟ فريد ده اخويا لا مؤاخذه، انت بتتكلم في ايه؟ بعدين لا مؤاخذه لو طلب مني 1000 انا هدفع له 10. بعدين يا عم اسكت، ده العيال طلعوا مرتبين كل حاجه واحنا نايمين على اوداننا. تعرف جواز ولادكوا دول
هو ده اللي هيلم شملنا تاني. ايه اللي بتقوله ده صبري؟ احنا اخوات وطول عمرنا هنفضل اخوات، علاقتنا ببعض اقوى من اي جوازه هتحصل فيك يا بلد. لا مؤاخذه منها، لا مؤاخذه انت بقى، بس هقفلك السكه. الو، ايوه انا، مين يا فندم؟ اهلا اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. ايه، هرب؟ هرب ازاي؟ طيب يا فندم. لا 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 لا، انا هتصرف ان شاء الله. حاضر، مع السلامه. عصبي، مين اللي هرب؟ الولد عاصب ابن شهان هرب، وهما بيرحلوه من النيابه. الولد الصغير ده؟ ايوه يا سيدي، كانوا مكلبشينه في ايد واد مسجل خطر. الواد المسجل خطر ده كان فيه موتوسيكل مستني بره، اول ما خرجوا قام خاطف الواد وراكب الموتوسيكل، والموتوسيكل طار فص ملح وداب، مش عارفين يجيبوه لحد دلوقتي. يا نهار اسود ومنيل. طب ولما اخذه ده قانونا بقى عقوبته ايه يعني؟ كده هياخد حكم غيابي ومش هقدر اقف جنبه. كان كل امل ان احنا ناخد حكم بدخوله مصحه بضمان ولي امر وتنتهي الحكايه. طب لا مؤاخذه، لو الواد ده اتوجد تعمل بقى اللي انت بتقول عليه ده؟ هيتوجد ازاي بس يا منعم؟ دي بقى تسيبها عليا انا، انت عندك صوره للولا؟ هتعمل ايه بالصوره؟ عندك يا عم الحاج صوره للولا؟ اكيد في صوره ليه في الملف. انت تديني الصوره والواد ده لا مؤاخذه في 24 ساعه هيكون موجود عندي. طب ما تفهمني يا منعم هتعمل ايه؟ يا عم انا عارف العيال الصغيره دي لا مؤاخذه بيبتدوا الضرب فين؟ الله، دي مسؤوليتي انا بقى. المهم انت هتبلغ فريد وام الواد ولا ايه ظروفك بالظبط؟ هم زمانها عرفت، اكيد بلغوها. ما تزعلش مني يا فريد، أنا شايفة إنه حقها. محدش قال حاجة، المبدأ نفسه أنا موافق عليه، بس الشكل، الشكل هو اللي مش مريحني. ليه يا فريد؟ ده جواز زي أي جواز. وإيه علاقة الجواز بإنها تبيع نصيبها في الميراث؟ ده جواز، يعني مصاريف وحاجات تانية كتير. يا ستي ما هو انا عرضت عليها ان انا اتحمل كل مصاريف الجواز ده وهي اللي رفضت. مش جايز، مش عايزه اتحملك اكتر من طاقتك، وخصوصا بقى انك داخل على مصاريف جواز مريم. طب وهو انا كنت اشتكيت؟ وبعدين دي اختي، مش معقول يعني اشوفها في ضيقه وما اقفش جنبها، ده غير ان انا مطالب اساسا ان انا اساعدها في مصاريف جوازها. انا بصراحه حاولت افهم هي عايزه المصاريف دي كلها ليه، بس هي برضو ما قالتش. رانيا، اوعى حبيبتي تكون قالت لك حاجه وانت مش عايزه تقوليها لي، او هي يعني طلبت منك انك ما تقوليهاش. لا والله العظيم، بس اللي انا فهمته انها بتفكر تعمل مشروع بعد الجواز. مشروع؟ ايه علاقه رشيده بالمشاريع؟ مش عارف. بعدين مشروع ايه ده؟ وهتعمله مع مين؟ مع جوزها الجديد مثلا؟ جايز، اصلها قالت ان هو خبير سياحي وهي بتفكر تفتح شركه سياحه او حاجه زي كده. ما تقولي يا رانيا كل اللي تعرفيه مره واحده، بدل ما انت عماله تنقطيني بالكلام كلمه كلمه كده. بصراحه كده هي عايزه تحط كل ميراثها في الشركه بتاعته، وهو هيديها نسبه من الارباح، وبعد فتره هيفتح لها هو شركه خاصه بيها، والشركه دي هيبقى نشاطها للحج والعمره. طبعا هو اللي طلب منها كده. ده هي اللي عرضت عليه ده. هيوافق، اكيد هيوافق. وانت بقى ايه اللي يخليك متاكد من كده؟ وايه اللي هيخليه يرفض؟ ده عرض مغري جدا، كل ميراثها نظير نسبه من الارباح. عموما احنا لسه ما سالناش عليه اصلا، وبعدين انا لسه ليا قاعده مع رشيده افهم منها كل التفاصيل. طب عشان خاطري انا يا فريد، بلاش تزعلها. انا مش هزعل حد، ربنا ما يجيب زعل، بس انا بقول لك انت اهو علشان تبقي عارفه من دلوقتي، لغايه بيع الارض لا، مفيش ارض هتتباع.